أعزائي متابعي ومشاهدي قناتي الكرام، اليوم نزل الثلج عندنا بس مو هواية. هل تشوفون الثلج؟ الشوارع دائما تتنظف، هنا ترش ملح تنظف الشوارع الرئيسية، الشوارع الفرعية لا، من يخلص الثلج تجي سيارات تنظفها وكل شيء ينتهي، ماكو خطورة ولا كل شيء، بس الخطورة تكون هنا بالثلج بالطرق السريعة، ما يلحقون ينظفوها والسيارات تجي بسرعة. هناك اكو مكانات مثل تفوت فوق شوارع مثل جسور، فهاي تفرزن تصير بلاك ايس يسموها، فتجي السيارات واذا صار اي تاخير راح تزحلق وراح تسوي حوادث، بينما الشوارع بالمدينه لا، الشوارع تتنظف أول بأول ويبقى الملح. يمكن لو تشوفون هنا السيارة دترش ملح، ذيك الفاتة صغيرة، بس السيتي هنا يعني المدينة الشوارع مالها تنظفها هي الحكومة نفسهم يعني، وكل محل المحلات هنا تتعاقد ويا شركات صغار تسوي لها الثلج، لأنه يخافون يمشي واحد يزحلق ويشتكي عليهم بعدين. فالثلج هنا أنا تعلمنا عليه 28 سنة تقريبا هنا أنا. اللي يجي من غير ولايات، الولايات الحارة فلوريدا، كاليفورنيا، تكساس، أريزونا، المناطق الحارة جوا مثل العراق، راح يحسون بفرق من يشوفون الشوارع هنا غير شكل. فاحنا تعلمنا عليها، شيء طبيعي، نروح ونرجع. ودوام المدارس هنا اليوم سبت، عطلة سبت وأحد، ف ماكو مدارس، لكن بالأيام الاعتيادية إذا كان ثلج إذا يوصل 6 إنجات المدارس تعطل من الصبح، يدزون إيميلات لكل أولياء الطلبة من 5 الصبح فيبلغون بأنه ماكو دوام اليوم، وإذا أقل من هالمستوى لا يروحون يدامون، وحتى بالفرصة يطلعون طلاب يلعبون برا بالثلج، نشاط ورياضة شيء طبيعي عندهم. فلذلك تلقي الكل هنا أنا متعلمة على هالشغلات هذه. أتمنى أن يكون هذا المقطع عجبكم، وشكرا لمتابعتكم القناة ومشاركتكم مع بقية الأصدقاء واللايكات اللي تخلوها. أتمنى للجميع يا ربي صحة وموفقية وسلامة. وفي ختام المقطع هذا أتمنى للجميع طريق السلامة يا رب، ودمتم في رعاية الله وحفظه.